الواقع والخيال واللامألوف، كلها كانت حاضرة في روايات وقصص كتبت بالألوان في المعرض الفني الثنائي الذي حمل اسم هتان للفنانين التشكيليين علي نفنوف وعدنان أيوب في قاعة المعارض بالمركز الثقافي العربي بأبو رمانة. شفت وجودي هون أني أنا الشيء ما أرسمه اللي كان واقعي وكذا أرسمه بهالأسلوب هذا. هالأسلوب هذا حسيت فيه بيوصل يعني اللوحة بيقرأها أكثر من شخص، وفي كل شخص في رؤيته الخاصة، مو مثل الواقعية كل شخص مجموعة أشخاص منظار واحد، بينما مجموعة أشخاص للتجريد كل واحد منظاره. المعرض فينا نقول فيه شوية تمييز بالنسبة للأعمال الفنية اللي عم تقام بالمركز الثقافي أو المعارض بشكل عام. في شيء له علاقة باللون، اندماج الألوان مع بعضها بطريقة جميلة، بطريقة مكثفة، وعاطي العمل قيمته. 40 لوحة تنتمي للمدرسة التجريدية في تجربة لا تخلو من الجرأة والحداثة، تحاكي النفس البشرية بمجموعة من الأفكار والهواجس من خلال اللون. عم نلاحظ هون انه الفنانين استخدموا اللون الداكن، اللون الغامق شوي، يمكن للتعبير عما يجول بخاطر هالفنانين من مواضيع ومن أسئلة، وكل لوحة عم تطرح سؤال، هذا السؤال يمكن المتلقي يجاوب عليه من خلال فهمه للوحة، من خلال ثقافته، ذائقته الفنية، وإحساسه باللوحة. بهذا المعرض في تجارب هيك جريئة لألون، عم يحكوا في يعني فيها نوع من الحداثة، فيها نوع من الجرأة اللي عم يشتغلوا عليها. بتصور التأثر بالمكان اللي هن فيه، باللون، بالبحر، هذا اللون الأزرق، لون الجبل، لون، ففي تجربة حلوة. وبتصور انه فنانين متشابهين هن اصدقاء او بنفس المرسم، فعم نحس الاسلوب شوي في تأثر من بعض. هتان هو المطر الخفيف الناعم، اسم اختاره الفنانان دلالة على تجربة ناعمة تخبئ خلفها عواصف مجنونة من الأمل والحب والجمال.